ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى من روايح رمضان الحلوه عملنا احلى كنافه بالقشطه، عملناها اهي. بصي بصي الكنافه دايبه ازاي وجميله، والقشطه جواها حاجه كده بقى من الاخر. وكمان الفستق اللي كنا عاملينه مع بعض اهي، بصي الكنافه بتاعتك طريه اهي، بصي طريه خالص، والكريمة سايحة فيها حاجة كده بقى من الآخر. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقة. وكل سنة وانتو طيبين وروايح رمضان هلت علينا اهي. ويلا نروح مع بعض نشوف احلى كنافة. ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي حبايب قلبي جيجي. والحلقة النهاردة كانت حصري على قناة الشاشة فوت من مطبخ جيجي على قد ايدي. يلا بينا نروح مع بعض. ازيكم حبايب قلبي جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله من الاكلات المميزه جدا 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 في رمضان. بنعمل ايه؟ هعمل لكم النهارده كنافه، بشاير رمضان اهو، وفي ناس بتصوم اثنين وخميس، نعمل برضو حاجه حلوه ونفتكر الروحانيات الحلوه بتاعت رمضان. وخدي الفكره واشتري بكره ان شاء الله باذن الله في رمضان لما يجي تبقي عارفه طريقه الكنافه الصح، شغلي الفيديو وتتفرجي عليه. كده بقى انا عداني العيب قوي. النهارده هنعمل الكنافه بالمهلبيه الطريقه الصحيحه بتاعتها. هتعمليها احلى ما بتشتريها بره كمان. انا بحب اشتري الكنافه بتاعتي من عند عرفه بتاع الكنافه في السيده زينب، طول عمري بحب اشتري الكنافه بتاعته، بحس ان هي مظبوطه معايا جدا. اول حاجه الكنافه بتاعتي بايته، يعني حطاها في الفريزر ومطلعاها، لو عايزه تقعديها شهر كامل مفيش مشكله، شهرين ما بيحصلهاش اي حاجه. المهم ان هي اول لما تيجي تشيليها على طول، ما تستنيش تبات في الثلاجه وبعد كده تشيليها بايته، لا شيليها وهي لسه جايه طازه. تمام. المهم هجيب الكنافه بتاعتي، هفضل اقطع فيها كده زي ما انتم شايفين، ايه اخليها كده متقطعه كده فتفيت بالشكل ده، ولا احط لها سكر ولا احط لها اي حاجه. كل الحكايه وانا قاعده كده اهو اقعد افتفت فيها، ما فيهاش شغلانه ومش لازم اصور لكم وانا بفتفت فيها بايدك كده اهو. تمام. هتقعدي تفتفتي فيها. تعالوا نشوف عايزين نعمل المهلبيه. هنعمل المهلبيه ازاي؟ هجيب معايا كده حله صغيره، احط فيها معلقتين من النشا كده اهو، معلقتين كبار نشا، وكوبايه كبيره من اللبن من الثلاجه. اللبن ده كان في الفريزر كمان، في حتت تلج وفي حتت من القشطه، ومعايا حته صغيره كده من الزبده البلدي، انا مكوراها كده وبشيلها عندي فين في الفريزر. دي الزبده بلدي، هحط برده كده اهو واحده كده اهو زي ما انتم شايفين، بس كده اهو هطلع بيهم على البوتاجاز اخليهم يلفوا كده معايا لفه كويسه، وما بحطش سكر. تعالوا نشوف بنعملها ازاي كمان على البوتاجاز. ولعت اهو كده اهو على المهلبيه، عايزه تزودي شويه على اللبن ماشي، عايزه تزودي شويه كمان عليها ميه ماشي. المهم ايه، ده موج كبير قوي، يا اما كوبايتين من اللي هي الكوبايات بتاعت الشاي ده، يبقوا كوبايتين يا اما لبن يا اما كوبايه لبن وكوبايه ميه. تمام. حته بقى الزبده دي هتديني بقى الكنافه بطعم الزبده. تمام. يعني ريحتها كده تبقى مفحفحه كده بالسمنه البلدي، واحنا هنعملها بسمنه عاديه خالص، مش هنعملها بسمنه بلدي ولا حاجه، بس الحته دي هتفرق معاكي قوي. ما بحطش السكر ليه؟ علشان انا الشربات هيبقى مليان سكر، فكده كده اوريدي المهلبيه بتاعتي هتبقى مليانه سكر من الكنافه نفسها. وكمان هبقى اعمل لكم قريب باذن الله من تحضيرات رمضان، هنعمل مع بعض القشطه الكدابه او المهلبيه برضو الكدابه، هنعملها مع بعض. مش دي خالص، طريقه تانية خالص خالص، هنعملها زي بتاعت المحلات بالظبط. القشطه اللي هنحشي بيها الجلاش، ونحشي بيها القطايف، ونحشي بيها حاجات كتير جدا في حلويات رمضان ان شاء الله. وزي ما قلت لكم ان الفيديو ده من بشاير كده رمضان، كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. هفضل بقى انا كده اهو ادوب فيها لغايه لما تيجي تمسك معايا، واوريك القوام. القوام بتاعها لازم يكون تقيل مش خفيف، عشان ما تسيحش في الفرن وتبهدل لي صينيه الكنافه بتاعتي. تمام. تتقل بقى واوريكم. بصوا بقى ده القوام اللي انا عايزاه بتاع المهلبيه بتاعي. بصي المهلبيه تقيله معايا ازاي، مش عايزاها خفيفه. تمام. علشان ما تسيحش منك. وبصي لونها وقوامها تحفه، حاجه كده من الاخر، وناعمه جدا جدا من حته الزبده اللي احنا حاطينها. تمام كده. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى صينيه كنيفه.
تعالوا بقى نشوف دلوقتي بنعمل ايه. اول حاجة انا حطيت كده اهو شوية سمنة زي ما انتوا شايفين كده من تحت، مش لازم تفرديها ولا حاجة، كده كده هتسيح معاكي في الفرن. بطلع بقى اهو من الكيس وعمالة افتفت كده اهو، وبحط الكنافة بتاعتي دي الطبقة اهي الاولانية اهي اهو. بصي انا بطلع برضو من الكيس وبفتفت اهو تمام، عشان اعملها كده قدامكم فريش كده على طول. كمان ما تعمليش جنبك مواعين اهو كده اهو كده اهو، بس كده اهو كويس تمام. هحط بقى من فوق من هنا اهو برضو شوية سمنة، هجيب السمنة احط كده قدامكم، سمنة زبدة زي ما تحبي اهو كده اهو، وزي ما قلتلك هي هتسيح وهتبقى زي الفل اهي. معايا بقى القشطة بتاعتي اهي، او المهلبية او الكريمة زي ما تسميها، هننزل بيها كده بالشكل ده اهي، دي اللي احنا عاملينها. هوزعها كده اهو كده اهو، هفردها كده معاكو بس ما فردهاش لحد الاخر، يعني ما تخليهاش على الحروف قوي عشان ما تتحرقش معاكي الصينية بتاعتك والكنافة. تفردي كده بالراحة اهو، تخليها كده متوزعة بالشكل ده، وبعد كده هنحط الطبقة التانية برضو الكنافة بتاعتنا اهي. سيبي الحروف دي كده اهو ما فيهاش عشان ما تتحرقش معاكي، هي كده كده ما تيجي تسخن في الفرن هتسيح اكتر. هنزل بقى بالرق التاني برضو اهو، هنزل بيها انا بقى، وبعد كده اقول لكم هنحط ايه. لو حابة تحطي مكسرات فوق المهلبية حطي، وبعد كده انزلي بالطبقة بتاعت الكنافة ماشي. لو حابة تحطي مكسرات، عايزاها مهلبية بس يبقى كده تمام. واديني عملت الطبقة التانية اهو، اهم حاجة تغطي المهلبية بتاعتك ما تبقاش باينة ابدا ابدا اهو. هضغط كده بس بالراحة مش جامد، ما تضغطيش قوي تبهدلي الدنيا، ضغطة كده بس تساوي بيها تمام. السمنة بتاعتي برضو تكون سخنة اهي، هنزل بيها كده اهو بالشكل ده، تسقي كده اهي كده اهو، وندخلها بقى على الفرن. بتدخل على فرن درجة حرارة متوسطة، ما بتدخلش على العالي عشان ما تتحرقش منك وتبقى نية من جوه، لا بتدخل على المتوسطة. وبعدين بتجيبي صينية كده وتروحي قلبها برضو على الوش التاني عشان تاخد من الوشين وتبقى زي الفل. هدخلها الفرن وبعد كده نعمل كمان مع بعض الشربات ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الشربات اللي هو الشرقي بتاع الحلويات الشرقي، وهعمله معاكم مرة تانية لوحده كده في فيديو لوحده، وهعمله علشان من تحضيرات رمضان. بصي هنا حطيت كوبايتين من السكر، الكوباية اللي هتعيري بيها هي اللي هتعملي بيها مية، يعني ايه الكوباية دي؟ عملت منها كوبايتين سكر يبقى كوباية واحدة مية من نفس الكوبايتين، ما بتحطيش اكتر من كده، ده التقيل ماشي. اللي هتقلبي ولا هتقلبي على النار ولا تعملي اي حاجه كل الحكايه بس ان هو اول ما يغلي غلوه كده والدنيا تدوب معاه ويبقى تمام، هنروح عصرين، عصره ليمونه عصره صغيره من الليمونه، اول ما تغلي يقعد يغلي لمده 10 دقائق بالظبط او 7 8 دقائق. المهم ان انت لما تيجي تجيبي في المعلقه كده وتمسكيه تلاقي بيلزق بسيط في ايدك كده في تلزيق، يعني لما يبرد كده في ايدك يبقى في تلزيق كده يبقى تمام. هولع على ده كده النار واوريكم الجاهز البارد عندي اللي بخليه عندي طول السنه. وبعمله يعني ده مش هينفع طبعا، الكنافه دخلت سخنه، فالمهم ان احنا المفروض كنا عملنا من الاول الشربات، فانا هطلع الشربات اللي عندي اوريكم القوام بتاعه، بس انا قلت اوريكم الفكره ازاي. ده هولع عليه واول ما يغلي هننزل بنص ليمونه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى ده اللي هو جاهز عندي اللي انا بعمله اهو بالشكل ده، ده كده بقاله عندي دي شهر وشويه. بعمل بقى الكميه، اجيب 2 كيلو سكر كده واعملهم مره واحده. بص القوام بتاعه، عايزه اقول لك اللي انت شايفاه فوق الوش ده انا بحط كمان في الشربات بتاعي. اول ما يخلص خلاص اروح حاطه نص معلقه صغيره من الزبده البلدي علشان يبقى العسل كده بطعم وريحه الزبده البلدي. فاللي انتوا شايفينها فوق الوش كده عامله بياض، ده دي زبده بلدي تمام اهي، زبده بلدي. بصي بقى القوام بتاعه عامل ازاي، بصي قوامه مظبوط اهو، ده الشرقي
بصي بيبقى عامل معاكي ازاي، عايزه اوريكي بارد اهو، مش في التلاجة ولا اي حاجة، بره التلاجة اهو. بصي ابيض شفاف، مفيش فيه تكتلات سكر، مفيش اي حاجة. هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص لوحده، ناجح 1000000%. وزي ما قلت لكم كده مع جيجي هبهركو، يعني هبهركو يا حبايب قلب جيجي. نستنى الكنافة علشان نبهركو بقى بجد. بصوا بقى انا طلعت الكنافه اهي من الفرن. عايزه اقول لكم بقى مقرمشه، انا بحبها مقرمشه كده وجميله. بصي بقى وهي سخنه كده اهو، هنزل بقى بالعسل بتاعي اهو بارد، هو ايه هيشرب وكله تمام التمام. وهنزوقها كمان، هقول لك تزوقيها ازاي تزويقه حلوه. اهم حاجه السوا، اهم ما في الموضوع كله السوا. ايه طبعا انا كمان قلبتها علشان تبقى من تحت برضو مستوية زي فوق بالظبط اهو كده اهو. هستنى بقى تشرب العسل ده ونرجع بقى نزوقها مع بعض ونشوف احلى كنافة مع احلى جيجي. ايه رأيكو؟ استنوا بقى اوزع بقى العسل كويس، هو كده كده هينزل على السخونية هيسيح وكله هيبقى تحت السيطرة. هنشوف كل حاجة مع بعض يشرب بس ونرجع مع بعض. بصوا بقى انا دلوقتي فضيتها خلاص من الصينيه، قلبتها كمان على الوش التاني. عايزه اوريكم بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها كده بيفكرك برمضان ولا لا. اهي بصي حاجه كده بقى من الاخر وهم. تعالوا بقى نشوف كمان ده الفستق الكذاب اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده. الناس اللي ما شافتهوش هسيب لكم اللينك في اول تعليق او هسيبه لكم في صندوق الوصف. تعالوا بقى نشوف، هنزوق بقى المبرش كده بالفستق اهي. احلى كنافه بقى بالفستق دي بقى ولا ايه؟ بصي هي مش باينه كلها بس هبينهالك اهو كده كده. عايزه اقول لك ريحته فستق بجد. اهو بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي. بصي ايه رايك بقى ولا احلى؟ ايه رايك؟ عشان تعرفوا بس ان انا هبهركو، يعني هبهركو يا حبايب قلبي جيجي. تعالوا بقى اقطع لكم حته كمان عشان تشوفي شكلها عامل ازاي من جوه. تعالوا بقى نقطع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصي طريه اهي معاكي، مش ناشفه ولا حاجه اهي، مليانه شربات والشربات مظبوط وكل حاجه تمام التمام. بسم الله اهي حاجة بقى تشرفك كده. هي كده كده لسه هتصفي الايه ال الشربات بتاعها. بصي اهي القشطة بتاعتها باينة اهي من جوه اهي. بصي كده هاخدها بقى في الطبق اوريكي. بصي كل ده بقى هنصفيه تاني، احنا لسه قلبينها ما صفيناهوش ولا اي حاجة اهي عشان نشربها بس كويس. بصي بقى بسم الله اهي. بصي الكريمه بتاعتها، بصي دايبه ازاي اهي بالشكل ده وسخنه بقى بصراحه بتغريني اهي. بصي الكريمه بتاعتها، بصي مظبوطه ازاي اهي لونها، بصي جميل ازاي. ما هاكل بقى. حلوه قوي وسخنه وسخنه كمان. المهم بقى يا رب النهارده بقى الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم. واستنوني واستنوا كل المفاجآت يا حبايب قلب جيجي، وهبهركم يعني هبهركم. والحلقه النهارده كانت حصري على قناه الشاشه فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. واستنوا مني لسه في مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت. باي باي.